الموتيفيشن بتاعنا علشان نبتدي نتكلم على الريسك اوف يوز ايرور وهاو تو مانج ات جاي من اماكن كتيره وجاي من حاجات كتيره. اول حاجه ان as many as one third of device failures that involve the use of medical devices and result in suboptimal medical treatment or injuries or even death appear to be failures of device use rather than device failure او device بتاع يعني hardware failure. يعني احنا دلوقتي تلت الحالات او اكتر من 30% من المشاكل اللي بتحصل نتيجة لاستعمال الاجهزة الطبية ما بتحصلش نتيجة لان حصل hardware failure، لا ده حصل مشكلة في الانتراكشن between the user وبين الديفايس دي. يعني معنى ان احنا بنتكلم على use error بيسبب لنا رقم كبير جدا، نسبة كبيرة جدا من المشاكل اللي ممكن تحصل في الهيلث كير سيستم، اللي ممكن يعني يا اما الجهاز ما يستعملش بشكل يعني كفء ان احنا نعمل بيه تريتمنت او يسبب اصابات او يسبب وفاة. وفي الحقيقة برضو بعض الحاجات اللي زي يعني ديفايس ريكول، ديفايس ريكول ده معناه ان في مشكلة ظهرت بعد ما الديفايس دي ابتدت تبقى موجودة في الماركت. والحقيقة لما بيبقى في عندنا حاجة بالشكل ده، لما يكون في عندنا ديفايس خلاص بقت موجودة في أماكن كتيرة ولقينا إن فيها مشكلة، بنعمل حاجة اسمها ريكول عشان الجهاز ده يرجع للشركة أو الشركة تعمل فيه تعديل معين بحيث إن المشكلة دي تتشال. فلقينا إن في برضو حالات كتيرة جدا من الديفايس ريكولز دي يعني اتصلحت بمجرد إن إحنا غيرنا في بعض الحاجات في الديفايس يوزر انترفيس. يعني بيسيكلي لما أنا بتكلم على العلاقة بين الديفايس واليوزر، الكوميونيكيشن اللي بينهم دوت او الانتراكشن اللي بينهم دوت، ده غالبا بيبقى سورس اوف بروبلمز احوال كتيره جدا، بيبقى هو اول حاجه بنبص فيها لما بيكون عندنا مشكله في يعني ديفايس معينه. برضو الحاجات المهمه جدا ان احنا يعني it is very much desirable to prevent unfortunate user related failures before they become a part of the healthcare system. يعني احنا مش عايزين احنا يبقى موضوع الـ use related failures دوت يبقى حاجة بتسبب لنا مشكلة ويبقى خلاص بقت موجودة في السيستم بقى عندنا وبقت basically بتسبب لنا مشاكل، يعني بت complicate الـ healthcare system. يعني تخلي بدل ما انا كنت عندي يعني primary problem بحلها، بقى في عندي secondary problem جايالي من الاستعمال بتاع الميديكال ديفايس عشان احل الـ primary problem.